جی سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الثلاثی مزید فی بدن کے ثلاثی مزید فی را دوازدہ ابواب مشہور است. باب اول بر وزن افعل یفعل افعال چون الاکرام و عزت کردن. اکرم یکرم اکرام فهو مکرم و اکرم یکرم اکرام فذاك مکرم. لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم. الامر منه اکرم لتکرم لیکرم لیکرم. النهی عنه لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم. و ظرف منه مکرم مکرمان. باب دوم بر وزن فعل يفعل تفعيلا چون التكريم عزت کردن. كرم يكرم تكريما فهو مكرم وكرم يكرم تكريما فذاك مكرم. لم يكرم لم يكرم لا يكرم لا يكرم لن يكرم لن يكرم. الامر منه كرم لتكرم ليكرم ليكرم. النهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا يكرم. وظرف منه مكرم مكرمان. باب سوم بر وزن فعل يفعل مفعلة چون المقاتلة بأيك ديگر جن کردن. قاتل يقاتل مقاتلة فهو مقاتل وقتل يقاتل مقاتلة فذاك مقاتل. لم يقاتل لم يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لن يقاتل لن يقاتل. الأمر منه قاتل لتقاتل يقاتل يقاتل. والنهي عنه لا تقاتل لا تقاتل لا يقاتل لا يقاتل. والظرف منه مقاتل مقاتلان. باب تعرون بر وزن تفعل يتفعل تفاؤلا چون التصرف جديدا. تصرف يتصرف تصرفا فهو متصرف. وتصرف يتصرف تصرفا فذاك متصرف. لم يتصرف لم يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف. الأمر منه تصرف لتتصرف ليتصرف ليتصرف. النهي عنه لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف. وظرف منه متصرف متصرفان. باب بنجم بر وزن التفاعل يتفاعل تفاعلا چون التضارب بايك ديگر زدن. تضارب يتضارب تضاربا فهو متضارب. وتضارب يتضارب تضاربا فذاك متضارب. لم يتضارب لم يتضارب لا يتضارب لا يتضارب لن يتضارب لن يتضارب. الامر منه تضارب لتتضارب ليتضارب ليتضارب. والنهي عنه لا تتضارب لا تتضارب لا يتضارب لا يتضارب. والظرف منه متضارب متضاربان. باب ششم بر وزن افتعل يفتعل افتعالا چون الاكتساب كسكردن. اكتسب يكتسب اكتسابا فهو مكتسب. واكتسب يكتسب اكتسابا فذاك مكتسب. لم يكتسب لم يكتسب لا يكتسب لا يكتسب لن يكتسب لن يكتسب. الامر منه يكتسب لتكتسب ليكتسب ليكتسب. والنهي عنه لا تكتسب لا تكتسب لا يكتسب لا يكتسب. وظرف منه مكتسب مكتسبان. باب افتم بر وزن انفعل ينفعل انفعالا چون الانصراف جرديدا. انصرف ينصرف انصرافا فهو منصرف. وانصرف ينصرف انصرافا فذاك منصرف. لم ينصرف لم ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لن ينصرف لن ينصرف. الامر منه انصرف لتنصرف لينصرف لينصرف. والنهي عنه لا تنصرف لا تنصرف لا ينصرف لا ينصرف. وظرف منه منصرف منصرفان. باب هشتم بر وزن استفعل يستفعل استفعالا چون الاستخراج طلب خروج کردن. استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج. واستخرج يستخرج استخراجا فذاك مستخرج. لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لن يستخرج لن يستخرج. الامر منه يستخرج لتستخرج ليستخرج ليستخرج. والنهي عنه لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرج لا يستخرج. والظرف منه مستخرج مستخرجان. باب نهم بر وزن افعل يفعل افعلالا چون الاحمرار سرخ شدن. احمر يحمر احمرارا فهو محمر. وحمر يحمر احمرارا فذاك محمر. لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر. الامر منه احمر 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 لتحمر 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 ليحمر 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 ليحمر. والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر. والظرف منه محمر محمر مراني. باب دوم بر وزن افعال يفعال افعلالا جن الاحمرار بسيار سر شدا. احمار يحمار احمرارا فهو محمر. واحمور يحمار احمرارا فذاك محمار. لم يحمار لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لا يحمر لا يحمر لن يحمر لن يحمر. الامر منه احمار 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 لتحمار لتحمار لتحمر ليحمار ليحمر 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 ليحمر. والنهي عنه لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار. والظرف منه محمار محمران. باب يزدهم بر وزن افعول يفعول افعالا جن الاحتداب كجب الشدن. احدود بيحدود باحتدابا فهو محدود. وحدود بيحدود باحتدابا فذاك محدود. لم يحدود لم يحدود لا يحدود لا يحدود لن يحدود لن يحدود. الامر منه احدود لتحدود ليحدود ليحدود. والنهي عنه لا
بلا تحدود بلا تحدود بلا يحدود بلا يحدود والظرف منهم محدود بمحدود باني باب دوازن بروازن افعول يفعول افعولا تن الاجلواز بشتاب رفتن اجلوز اجلوز اجلواز فهو مجلوز وجلوز يجلوز اجلواز فذاك مجلوز لم يجلوز لم يجلوز لا يجلوز لا يجلوز لن يجلوز لن يجلوز الامر من اجلوز لتجلوز ليجلوز ليجلوز والظرف والنهي عنه لا تجلوز لا تجلوز لا يجلوز لا يجلوز والظرف منه مجلوز مجلوزان رباعي مجرد بدنك رباعي مجرد ريك با مشهور برواز فعل ليفعل لفعل لتن تن الدحرجة غلطانيدا دحرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج ودحرج يدحرج دحرجة فذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الأمر منه دحرج لتدحرج ليدحرج ليدحرج والنهي عنه لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج والظرف منه مدحرج مدحرجان رباعي مزيد في بدنك رباعي مزيد في رس باب مشهور باب أول بروزن تفعل لا يتفعل لا تفعل لن تن التدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرج فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرجا فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الامر منه تدحرج لتتدحرج ليتدحرج 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 والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان باب دوم بروزن افعل لا يفعل له افعل لا لن يلق الشرار موي بربدن برخاستن يقشعر يقشعر يقشعرارا فهو مقشعر ويقشعر يقشعر يقشعرارا فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الأمر منه يقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تكشعر لا يكشعر لا يكشعر لا يكشعر لا يكشعر لا يكشعر لا يكشعر والظرف منه مكشعر مكشعر مكشعران باب السبون بروزن ان افعن لا يفعن لا افعن لا لن تن الاحرنجام انبوشدا احرنجم يحرنجم احرنجام فهو محرنجم وحرنجم يحرنجم احرنجام فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لن يحرنجم لن يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان ابواب مثال ثلاثي مجرد باب اول مثال في أسباب الزربة الوعد والعدة وعد كردان وعد يعيد وعدا وعيدة فهو وعيد ووعد يوعد وعدا وعيدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعيد لا يوعد لن يعيد لن يوعد الأمر منه عيد لتوعد ليعيد ليوعد والنهي عنه لا تعيد لا توعد لا يعيد لا يوعد والظرف منه موعد والجم مواعد والآلة منه ميعاد ميعادة ميعاد والجم مواعد ومواعيد وفعل تفضيل المذكر منه أوعد والجم أواعد والمؤنث منه وعد وعديات وعد باب الدفن مثال يا هي أسباب الزرابة اليسر والميسر قمار باختن يسر 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 وميسر فهو ياسر ويسر يسر يسر وميسر فذاك ميسر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الأمر منه يسر لتسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تسر لا تسر لا يسر لا يسر والظرف منه ميسر والجم مياسر والآلة منه ميسر ميسرات ميسر والجم مياسر ومياسر وفعل تفضيل المذكر منه أيسر والجم أياسر والمؤنث منه يسرى يسريات يسر باب سبون مثال وفي أسباب السميعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجلا فهو واجل ووجل يوجل وجلا فذاك موجول لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الأمر منه إيجل لتوجل ليوجل ليوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجم مواجل والآلة منه ميجل ميجلة ميجل والجم مواجل ومواجل وفعل تفضيل المذكر منه أوجل والجم أواجل والمؤنث منه وجل وجليات وجل باب چارم مثال وابي اسباب كرمت الوسام والوسامة حسين شدان وسم يوسم وسام وسام ووسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الامر منه اوسم ليوسم والنهي عنه لا توسم لا يوسم والظرف منه موسم والجم مواسم والآلة منه ميسم ميسمة ميسم والجم مواسم مواسم ومواسم وفعل تفضيل المذكر منه اوسم والجم اواسم والمؤنث منه وسمى وسميات وسم أبواب مثال ثلاثي مزيد في بدن باب أول مثال وابي أسباب إفعال
الإيقاد التشفرختا، أوقد يوقد إيقادا فهو موقد، ووقد يوقد إيقادا فذاك موقد، لم يوقد لم يوقد، لا يوقد لا يوقد، لن يوقد لن يوقد، الأمر منه أوقد لتوقد، ليوقد ليوقد، والنهي عنه لا توقد لا توقد، لا يوقد لا يوقد، والظرف منه موقد موقدان. باب دوم مثال واوي أسباب تفعيل التوكيل سبورت كردان، وكل يوكل توكيلا فهو موكل، ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل، لم يوكل لم يوكل، لا يوكل لا يوكل، لن يوكل لن يوكل، الامر من وكل توكل يوكل يوكل، والنهي عنه لا توكل توكل، لا يوكل لا يوكل، والظرف منه موكل موكلان. باب سوم مثال واوي اسباب مفعله چون المواظبه مسلسل كار كردن، واظب يواظب مواظبه فهو مواظب، ووظب يواظب مواظبه فذاك مواظب، لم يواظب لم يواظب، لا يواظب لا يواظب، لن يواظب لن يواظب، الامر من واظب لتواظب، ليواظب ليواظب، والنهي عنه لا تواظب لا تواظب، لا يواظب لا يواظب، والظرف منه مواظب مواظبان. باب چارم مثال واوي اسباب تفعل چون التوكل توكل كردن، توكل يتوكل توكلا فهو متوكل، وتوكل يتوكل توكلا فذاك متوكل، لم يتوكل لم يتوكل، لا يتوكل لا يتوكل، لن يتوكل لن يتوكل، الامر من توكل لتتوكل، يتوكل يتوكل، والنهي عنه لا تتوكل لا تتوكل، لا يتوكل لا يتوكل، والظرف منه متوكل متوكلان. باب فنجم مثال واوي اسباب افتعال الاتقاد اتشفرختان، اتقد يتقد اتقاد فهو متقد، واتقد يتقد اتقاد فذاك متقد، لم يتقد لم يتقد، لا يتقد لا يتقد، لن يتقد لن يتقد، الامر منه يتقد لتتقد، ليتقد ليتقد، والنهي عنه لا تتقد لا تتقد، لا يتقد لا يتقد، والظرف منه متقد متقدان. باب ششم مثال واوي اسباب استفعال چون الاستجاب تزاوار چیز شدن، استوجب يستوجب استجابا فهو مستوجب، واستوجب يستوجب استجابا فذاك مستوجب، لم يستوجب لم يستوجب، لا يستوجب لا يستوجب، لن يستوجب لن يستوجب، الامر منه استوجب لتستوجب، ليستوجب ليستوجب، والنهي عنه لا تستوجب لا تستوجب، لا يستوجب لا يستوجب، والظرف منه مستوجب مستوجبان. ابواب اجوف ثلاثي مجرد، باب اول اجوف واوي اسباب نصرت چون القول گفتن، قال يقول قولا فهو قائل، وقيل يقال قولا فذاك مقول، لم يقل لم يقل، لا يقول لا يقال، لن يقول لن يقال، الامر منه قل تقل، يقل يقل، والنهي عنه لا تقل لا تقل، لا يقل لا يقل، والظرف منه مقال، والجم مقاول، والآلة منه مقال مقولة مقال، والجم مقاول ومقاول، وأفعل تفضيل المذكر منهم أقول، والجم أقول، والمؤنث منه قول أقوليات قول. قال 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 قالوا قالت قالت، قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا، قيل 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 قيلوا قيل قيلتا، قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا، يقول يقول يقولان يقولون، تقول تقولان يقولن، تقول تقولان تقولون، تقولين تقولان تقولن، أقول نقول، يقال يقال يقالان يقالون، تقال تقالان يقالن، تقال تقالان تقالون، تقالين تقالان تقالن، أقال نقال. لم يقل لم يقل لم يقولا، لم يقولوا لم تقل لم تقولا، لم يقلن لم تقل لم تقولا، لم تقولوا لم تقولي لم تقولا، لم تقلن لم أقل لم نقل. لم يقل لم يقل لم يقالا، لم يقالوا لم تقل لم تقل لم تقالا، لم يقلن لم تقل لم تقالا، لم تقالوا لم تقالي لم تقالا، لم تقلن لم أقل لم نقل. لن يقول لن يقول لن يقولا، لن يقولوا لن تقول لن تقولا، لن يقول لن يقلن لن تقول لن تقولا، لن تقولوا لن تقولي لن تقولا، لن تقلن لن أقول لن نقول. لن يقال لن يقال لن يقال لن يقال، لن تقال لن تقال، لن يقلن لن تقال، لن تقال لن تقال، لن تقال لن تقال، لن تقلن لن أقال لن نقال. قل قل قولا قولوا قولي قولا قلنا، لتقل لتقل لتقال 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 لتقلن، ليقل ليقل ليقولا ليقولوا، لتقل لتقولا، ليقلن لأقل لنقل، ليقل ليقل ليقالا ليقالوا، لتقل لتقالا، ليقلن لأقل لنقل. لا تقل لا تقل لا تقولا، لا تقولوا لا تقولي لا تقولا، لا تقل لا تقلن، لا تقل لا تقل لا تقالا، لا تقالوا لا تقالي لا تقالا، لا تقلن. لا يقل لا يقل لا يقولا، لا يقولوا لا تقل لا تقولا، لا يقلن لا أقل لا نقل. لا يقل لا يقل لا يقالا، لا يقالوا لا تقل لا تقالا، لا يقلن لا أقل لا نقل. قال أصل میں کیا تھا؟ قال أصل میں قولا بروزن النصارى تھا. قانون ہے کہ جب واو متحرک سے ما قبل فتح ہو تو
اس وا کو الف سے بدل دیتے ہیں تو قال ہو گیا. یقولو اصل میں کیا تھا؟ یقولو اصل میں یقولو بروزن ینصرو تھا. قانون ہے کہ جب وا مضموم سے پہلے جزم ہو تو ضمہ کو پہلے حرف کو دیتے ہیں تو یقولو ہوا. شاب. قائلن اصل میں کیا تھا؟ قائلن اصل میں قاولن تھا. جی. قانون ہے کہ جب الف اسم فاعل کے بعد واو یا آ جائے تو اس کو امزہ سے بدلتے ہیں تو قائلن ہوا. شابش. قیل اصل میں کیا تھا؟ قیل اصل میں قویل بروزن نصرہ تھا. جی. کسرہ واو پر ثقیل تھا تو کسرہ کو قاف کو دی دیا تو قبل ہوا تو واو کو ماقبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل دیا تو قیل ہوا. یقالو اصل میں کیا تھا؟ یقالو اصل میں یقولو بروزن ینصرو تو واو کا فتحہ ماقبل کو دے دیا یقولو ہوا پھر واو کو ماقبل فتحہ کی وجہ سے الف کر دیا تو یقالو ہوا. جی. قل صیغہ امر کس سے بنا ہے؟ تقولو سے. جی. کیسے؟ یہ علامت پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیا اور آخر سے ساکن کیا تو قول ہوا. تو اجتماع ساکنین علا غیر عدیہ یا ایسے موقع پر وائے مدہ کو حذف کرتے ہیں حرف مدہ کو حذف کرتے ہیں تو قل ہوا. قلنا کتنے صیغے ہیں بھائی؟ قلنا تین صیغے. کون کون سے تین؟ ماضی معروف اور ماضی مجہول اور امر. ہاں امر. اور کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائبہ. ان ماضی کے اندر جمع مؤنث غائبہ اور ماضی معروف میں بھی جمع مؤنث غائبہ، ماضی مجہول میں بھی جمع مؤنث غائبہ، اور امر میں جمع مؤنث حاضر. ہاں جمع مؤنث حاضر. شاباش. تو قلنا ماضی اصل میں کیا تھا؟ ماضی معروف. قلنا ماضی معروف بھائی فوراً کون سے باب سے ہے یہ گردان؟ نصرہ سے ہے. وہاں صیغہ نکالو فوراً. نصرنا بروزن قولنا. جی. قولنا نصرنا. بولو کیا ہے اصل؟ کیا آپ کو پتہ لگ گیا اصل کیا ہے؟ قولنا. قول بنانا کیا ہے؟ قلنا. کیسے بناو گے؟ واو متحرک ما قبل فتحہ، واو کو الف سے بدل دیا. ہاں واو متحرک ما قبل فتحہ تھا، اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. کیا ہوا؟ قالنا ہوا. پھر کیا کیا؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدیہ آیا. پھر تو حرف مدے کو گرا دیا. کیا ہوا؟ قلنا ہوا. پھر واو کی حذف، پھر واو کے حذف ہونے کی وجہ سے قاف کو ضمہ دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ واو. ہاں پھر قاف کو ضمہ دے دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں کیا حذف ہوا ہے؟ واو حذف ہوا ہے. اچھا. اور قلنا ماضی مجہول جو ہے وہ کیا تھا اصل میں؟ قولنا بروزن نصرنا. وزن سا ضرور ذکر کیا کرو بھائی. قولنا بروزن نصرنا. پھر واو متحرک ما قبل فتحہ. واو پر کسرہ دشوار تھا ما قبل. ایک تو یہ صورت ہے واو پر کسرہ دشوار ہے، اس کو نقل کر کے کس کو دے دیا؟ ما قبل کو دیا. کیا ہوا؟ قیولنا. واو ہے بھی قیولنا. پھر واو کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. کیا ہوا؟ قیلنا. پھر یا مدہ اجتماع ساکنے وجہ سے یا کو گرا دیا. کیا ہوا؟ قلنا ہوا. پھر قاف کو ضمہ دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ واو تھا. ہاں اور پھر قاف کو ضمہ دیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس قبر کے اندر کون دفن ہے؟ واو دفن ہے. تو یہ کتوہ لگا دیا ہم نے، علامت لگا دی اس پر بھائی. قلنا ہوا. شاباش. اور امر جو ہے قلنا وہ کس سے بنا ہے؟ تقولنا سے. شروع سے علامت مضارع گرا دی اور آخر میں وہ اسی طرح رہے گا کیونکہ یہ صیغہ مبنی ہے. اس میں جمع مؤنث کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بھائی، وہ اسی طرح رہے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اگلا باب لکھیے بھائی.
باب دوم، باب دوم اجواف یائی، باب دوم اجواف یائی از باب زاربا، از باب زاربا چون البيع فروختن، چون البيع فروختن با یا عین ہے بھئی، چون البيع فروختن یعنی بیچنا. جی گردان لکھئے، باع یبیع بیعا، باع یبیع بیعا فهو بائع، فهو بائع وبيع يباع بيعا، وبيع يباع بيعا فذاك مبيع، فذاك مبيع لم يبيع لم يباع، لم يبيع لم يباع لا يبيع لا يباع، لا يبيع لا يباع لن يبيع لن يباع، لن يبيع لن يباع الأمر منه بيع، الأمر منه بيع لتباع، لتباع ليبيع ليباع، ليبيع ليباع. لکھ لیا بھائی؟ جی. والنهي عنه، والنهي عنه لا تبيع لا تباع، لا تبيع لا تباع لا يبيع لا يباع، لا يبيع لا يباع والظرف منه، والظرف منه مبيع والجمع مبايع، والظرف منه مبيع والجمع مبايع والآلة منه، والآلة منه مبيع مبيعة، مبيع مبيعة مبياع، مبياع والجمع مبايع ومبايع، والجمع مبايع ومبايع وأفعل التفضيل المذكر منه، وأفعل التفضيل المذكر منه أبيع والجمع أبايع، أبيع والجمع أبايع والمؤنث منه، والمؤنث منه بوعا، يا کے ساتھ لکھنا ہے اوپر کھڑی زبر، بوعا بوعيات، بوعيات بويع، بويع. لکھ لی گردان بھائی؟ جی. اچھا، صرف کبیر بھی لکھی آگے مولانا، باع کی صرف کبیر، باع کی صرف کبیر ماضی معروف، ماضی معروف باع، باع باعو، باع باع باعو، باعت باعتا بعنا، باعت باعتا بعنا، بعت بعتما بعتم، بعت بعتما بعتم بعتي بعت ما بعتنا، بعتي بعت ما بعتنا
بعت بعنا بعت بعنا ماضي مجهول ماضي مجهول اور ماضي مجهول کی گردان ہے بھائی بیع بیع بیعو بیع بیع بیعو لکھ لیا بھائی بیعو کے واو کیا گیا الف لکھا ہے ہاں یہ الف جمع ضرور لکھنا بھائی بیعت بیعتا بیعنا بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن بیعتی بیعتما بیعتن بیعت بیعنا بیعت بیعنا لکھ لیا بھائی جی اگلی گردان لکھیے مضارع معروف مضارع معروف جی یبیع یبیعان یبیعون یبیع یبیعان یبیعون تبیع تبیعان یبیعنا تبیع تبیعان یبیعنا لکھ لیا جی آگے لکھیے تبیع تبیعان تبیعون تبیع تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعین تبیعین تبیعان تبیعنا تبیعنا أبيع نبيع أبيع نبيع أغلي گردان لکھئے بھئی مزارع مجهول مزارع مجهول يباع يباعان يباعون يباع يباعان يباعون تباع تباعان يباعنا تباع تباعان يباعنا لکھ لیا بھائی جی آگے لکھیے تباع تباعان تباعونا تباع تباعان تباعونا تباعین تباعان تباعين تباعان تباعنا تباعنا أباع نباع أباع نباع لکھ لیا بھائی جی اگلی گردان لکھیے بھائی امر حاضر معروف امر حاضر معروف بيع 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 يا واپس آ جائے گی بيع بيعو بيعو بيعي بيعي بيع بيعنا بيع بيعنا اگلی گردان لکھئے بھائی امر حاضر مجهول امر حاضر مجهول لتباع لتباع الف تثنیہ میں واپس آ جائے گا لتباع 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 لتباعنا لتباعنا اگلی گردان بھائی نہی حاضر معروف نہی حاضر معروف
لا تبيع لا تبيع لا تبيع لا تبيع لا تبيع لا تبيعي لا تبيع لا تبيعي لا تبيع لا تبيعنا لا تبيع لا تبيعنا لکھ لیا. اگلی گردان نہیں حاضر مجہول نہیں حاضر مجہول. لا تباع لا تباع لا تباع لا تباع لا تباع لا تباع لا تباعي لا تباع لا تباعي لا تباع لا تبعنا لا تباع لا تبعنا. لکھ لیا بھائی؟ جی. اچھا بھائی شاباش بھائی. اب بھائی ان کی تعلیلات بھائی آپ نے خود کرنی ہے بھائی, خود کرو. باع کس باب سے ہے؟ ضربہ. ضربہ سے بھائی. جی باع اصل میں کیا تھا؟ بیع. بیع یہی ہے نا جی. وہاں واو تھا, واوی تھا پچھلا باب, وہاں واو لاتے تھے, یہ یہی ہے تو یا لے کر آئیں گے. تو باع اصل میں کیا تھا؟ بیع. وزن بھی فوراً بتایا کرو. بروزن ضربہ. ہاں بیع بروزن ضربہ بھائی, سمجھ میں. جس باب کا وزن نکالنا ہے فوراً وہ صحیح کے اندر وہ باب نکالا کرو بھائی. تو بیع بروزن ضربہ. پھر کیا کیا بھائی؟ یا متحرک ما قبل فتحہ الف سے بدل دیا. شاباش. یا متحرک تھی, ما قبل فتحہ تھا, اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. باع ہوا جی. یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو بروزن یضربو. شاباش. یبیعو بروزن یضربو. یضربو بڑا آسان ہے بھائی وزن نکالنا فوراً. یبیعو بروزن یضربو. پھر کیا کیا؟ دیکھو اصل کا آپ کو پتا چل گیا. اصل کیا تھا؟ یب یعو. بنانا کیا ہے؟ یبیعو. اب خود ہی سوچ کے قانون تھا بھائی. یا پر کثرت ثقیل تھا, ما قبل کو دیا. شابش. یا پر کسرہ کیا تھا؟ ثقیل تھا, نقل کر کے ما قبل با کو دے دیا تو کیا ہوا؟ یبیعو. شابش بھائی. اچھا بیع اصل میں کیا تھا؟ ماضی. بیع بیع بویع بروزن ضربا. ضربا. بیع بروزن ضربا. ضربا تھا, بویع تھا. پھر کیا کیا؟ یا پر کسرہ ثقیل تھا, ما قبل کو دے دیا. یا پر کسرہ ثقیل تھا, نقل کر کے کس کو دے دیا؟ ما قبل کو دے دیا تو بیع ہوا بھائی. اچھا یباع اصل میں کیا تھا؟ مجھول مضارع. یبیعو. یبیعو وزن تھا, ذکر کیا کرو. یبیعو بروزن یضرب. ہاں یبیعو بروزن یضرب تھا. پھر کیا کیا؟ یا کا فتحہ ما قبل کو دیا. یا کا فتحہ, با ساکن ہے نا, اس کو بھی فتحہ دینا ہے تو یا کا فتحہ نقل کر کے ما قبل کو دیا, اور یا کو کیا کیا؟ الف سے بدل دیا. اچھا دیکھو پہلے فتحہ نقل کرو. یا کیا تھا؟ یوب یاو. یا کا فتحہ کس کو دے دیا؟ با کو. کیا بن گیا؟ یبیعو. پھر یا کو کیا کیا؟ ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل. الف سے کیوں؟ ما قبل فتحہ کی وجہ یہ مانا نا, وہ یقال میں نے بتایا تھا کیا کہ یہ اس وقت تو یا ساکن ہے لیکن اصل کے اعتبار سے کیا تھی؟ یہ یا متحرک تھی. کیا تھی؟ متحرک. تو وہی ضابطہ پھر لگ گیا, یا متحرک, ما قبل فتحہ آ گیا, اس کو کس سے بدل دیا؟ الف. فی الحال تو ساکن لیکن اصل میں تھی متحرک, تو اس اصل کا اعتبار کیا یہاں پر, تو یا متحرک, ما قبل فتحہ آیا, اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. کیا ہوا؟ یباع. شابش بھائی. اچھا اچھا باع باع باعو باعت باعت اصل میں کیا تھا بھائی؟ باعت بیعت. بیعت کیا تھا؟ بیعت. پھر کیا کیا؟
یا متحرک ما قبل فتح شاہ بھائی یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدل دیا علی سے باعت ہوا بھائی آسان قوانین ہے بس تھوڑا سا مشق کرو فوراً ذہن میں آئیں گے بھائی اچھا پھر باعت باعتا بیعنا بیعنا اصل میں کیا تھا بیعنا ضربنا بیعنا بروزنے ضربنا 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 پھر کیا کیا یا پر فتح دشوار تھا فتح نہیں دشوار ثقیل ہوتا یا اروا پر صرف ضمہ اور کسرہ ثقیل ہوتے ہیں یا متحرک ما قبل فتحہ الف سے بدل دیا شابہ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدل دیا الف سے کیا بن گیا باعنا باعنا پھر کیا کیا اجتماع ساکن على غیر حدیہ اجتماع ساکن على غیر حدیہ شابہ اول حرف مدہ تھا اس کو کیا کر دیا گرا دیا کیا ہوا باعنا باعنا ہوا پھر کیا کیا با کو کسرہ دیا تاکہ یہاں پر ہاں پھر با کو کسرہ دے دیا تاکہ یا محذوف پر یہ کسرہ دلالت کرے کہ یہاں پر کیا گری ہے یا گری تو بیعنا ہوا یا دوسرے لفظ میں یوں کہو با کو کسرہ کا کتبہ لگا دیا ہم نے تاکہ پتہ چلے کہ اس قبر میں کون دفن ہے یا دفن ہے بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی اچھا دوسرے اس گردان میں آپ دیکھیں اس میں مفعول کا وزن بھی آیا مبیعن اس میں ظرف کا وزن بھی آیا مبیعن لیکن دونوں کی اصل مختلف ہے وزن نکالو فوراً مبیعن اس میں مفعول اصل میں کیا تھا مبیعن مبیعن وزن نہیں ذکر کرتے مبیعن بروزن مضروب مبیعن بروزن مضروب تھا اور اس میں ظرف کی اصل کیا تھی مبیعن مبیعن بروزن مضرب پر مبیعن تھی کیا تھی مبیعن تو دونوں کی اصل مختلف تھی بھئی اصل مختلف تھی چلیے بس مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام